بعد خروجي من اجتماع عظيم في ملتقى معرفي في محتوى، وبعد ما تم تسنمي مهمة نبيلة فاصلة بين بصيص النور ودجى الظلام بهذا الاجتماع. لا أخفيكم كم كان الشعور يتراوح بين الفرح والحزن والقلق، فلا زال كلام أساتذة النجباء البادي والعرساوي بعد تكليفي من قبلهم لأسافر عبر الزمن لأكون سفيرة عنهم لأنقل إليكم أهمية موضوع الفهم القرائي بوصفه المعيار الحقيقي للمتعلم لفهم مضامين اللغة العربية وكيفية استعمالها بمجالات الحياة المختلفة بصورة عامة، وكطريقة من طرائق اللغة العربية الحديثة بصورة خاصة. وعلى الرغم من تلك الأهمية العظمى التي يحظى بها الفهم القرائي ومهاراته في تحديد نجاح الطلاب أو إخفاقهم في الحياة الدراسية، إلا إن هذه المهارات كما قال عنها عبد الحميد الكاتب لم تنل اهتمام القائمين على تعليم اللغة العربية، وقد أدى هذا الإهمال إلى خلق مشكلة خطيرة، حيث إن قصور الطلاب في فهم المقروء يؤدي إلى ترك مقاعد الدراسة لإحساسهم بتأخرهم عن أقرانهم. وأنا بين الجدية والحزم في ترتيب رفوف الأفكار المستلخصة من نتائج الأبحاث، تصادمت مكتبة أفكاري مع جرس هبوط طائرتي في مطار الأولمبياد العلمية في موسمها الثالث. معكم السفيرة والمسافرة عبر الزمن الطالبة آلاء عبد الكريم من قسم اللغة العربية كلية التربية الأساسية جامعة بابل. يا رواد العلم ونجوم الفضاء، الكثير منكم يعتقدون أن موضوعي ليس بتلك الأهمية، فتخيلوا معي أن الطالب العربي المتخرج من الجامعة لا يقرأ كما ينبغي له أن يقرأ، وهذا ما أثبتته العديد من الدراسات منها بادي وعبد الخالق وعطية، ولهذا عمدنا في مختبرات الأبحاث اللغوية على وضع استراتيجية تناسب طريقة التدريس للمعلم الاستراتيجي في القرن 21، وهي استراتيجية الفهم القرائي والتعبير الاستعاري. ماذا يستفيد الطلبة من استراتيجية الفهم القرائي والتعبير الاستعاري تدريس طلاب المرحلة الابتدائية؟ أولاً، تحقيق جودة النطق وحسن الأداء وتمثيل المعنى. ثانياً، تنمية القدرة على الفهم. ثالثاً، الاستفادة من المادة المقروءة في حل المشكلات. رابعاً، استغلال أوقات الفراغ في القراءة المثمرة والاطلاع. خامساً، الانتفاع من المادة المقروءة في الحياة العملية كقراءة الخطابات والإعلانات وقوائم الأسعار واللافتات والتعليمات. سادساً، تنمية القدرة على التفكير. ولقد أثبت العديد من الباحثين فاعلية التفكير الاستعاري أمثال العالم الإنجليزي شين، حيث قال إن التفكير الاستعاري واحد من أضمن الطرق لتحسين أداء الطلبة الأكاديمي، حيث تتيح الفرصة للطلبة للحصول على استفسارات أعمق من خلال استكشاف المحتوى بواسطة جانبي الدماغ، أي تحليلا وإبداعا في الوقت ذاته، ومن خلال عملية ترميز ثنائي، أي تأسيس علاقة لغوية وبصرية بما يتعلمه هؤلاء الطلبة. ولتطبيق خطوات الفهم القرائي والتعبير الاستعاري، سنرجع في شريط ذاكرتكم إلى مراتع الطفولة وربيعها الهادئ لنقرأ معكم درس لماذا لا يقع جدال للرابع الابتدائي.
سليمان ولد يافع ذكي، يفكر دائما بما حوله ويسأل. وفي يوم من الأيام كان سليمان يساعد أباه على بناء جدار في البيت، وكلما ناوله لبنة نظر إلى الجدار وأخذ يفكر. فسأل أباه: لماذا لا يقع الجدار يا أبي؟ ابتسم أبوه وقال: يا ولدي، عندما تكون اللبنة وحدها فلا قيمة لها، ولكن عندما تستند إلى اللبنة التي تحتها وتحمل اللبنة التي فوقها وتتماسك مع التي بجانبها، من هنا وها هنا يصير الجميع قوة فلا يقع الجدار. فكر سليمان كثيرا في كلمات أبيه، وهو يسأل نفسه: كيف يبني الإنسان نفسه؟ وكيف يسهم في بناء بلده؟ فتذكر كلام معلمه البارح حين قال: يبني الإنسان نفسه بالعلم، ويسهم مع أبناء الوطن وبناته في بناء بلدهم. فالبناء يحتاج إلى الحجر الصغير كحاجته إلى الحجر الكبير، فيد على يد قوة، ودينار على دينار ثروة، وحجر على حجر بناء. خطوات الفهم القراءة: أولا، قراءة المدرسة النموذجية لدرس لماذا لا يقع جدار. ثانيا، قراءة التلاميذ الجهرية لدرس لماذا لا يقع جدار. ثالثا، القراءة الصامتة للدرس. رابعا، توجيه مجموعة من الأسئلة إلى الطلبة لحثهم على تذكر المعلومات والأحداث والشخصيات، مثلا: من هو سليمان؟ وماذا كان يفعل مع والده؟ ما هي صفات سليمان؟ عندما سأل سليمان والده لماذا يقع الجدار، ماذا أجاب؟ كيف يبني الإنسان نفسه؟ البناء يحتاج إلى فراغ كحاجته إلى فراغ. حط في دفترك العبارة الآتية مضبوطة بالشكل: يد على يد قوة، ودينار على دينار ثروة، وحجر على حجر بناء. باء، تطبيق استراتيجية التعبير الاستعاري على درس لماذا لا يقع الجدار. أولا، نقسم الطلاب إلى مجموعتين. ثانيا، المجموعة الأولى نطلب منها تبني مدينة أو جدار من المكعبات الخاصة بالأطفال. كل شخص يبني على حسب ما يراه صحيح، بدون تخطيط أو نظام، وبدون مساعدة فيما بينهم. ثالثا، المجموعة الثانية نجعلها تبني بحسب تخطيط وتنظيم، وكل شخص يساعد الآخر حتى يكملون البناء والنتيجة النهائية. رابعا، بعدها أقوم بإصدار هواء في المكان، وأقوم بتحريكه حتى يقع البناء الغير مرصوص وغير المتكافئ. خامسا، أفسر للطلاب النتيجة بأن هذه المدينة هي الوطن، وأن الوطن يكون مزدهرا وفي أمان ونعيم وثقافة وتقدم في حال كان أبناءه متكافئين بروح واحدة، ويسعون معا من دون حقد أو كراهية أو تمييز عنصري، حتى عندما يواجهون الأخطار والتحديات الخارجية يستطيعون مواجهتها لأنهم متحدين ومتعاونين، فلا يستطيع أحد المساس بهم وإضعافهم. وإذا كانوا غير متكافئين وغير متعاونين سيحل الخراب وعدم الأمان والاستقرار، وبالتالي سيهدم الوطن وتذهب سمعته وثقافته. وهذه هي الخطوة الأولى في ترتيب جزء من رفوف وأفكاري في مكتبة اللغة العربية. وإلى هنا يا طلاب العلم وأساتذتنا الأحبة، بدأت طائرتي بالاستعداد للمغادرة من مدرج الأولمبياد العلمي الثالث، لكن بالتأكيد سأعود مرة أخرى وألتقي بكم مرات أخرى عند السفرات القادمة. فإلى ذلك الحين أشكر حسن استماعكم ووقتكم الذي لا يقدر بثمن. أستودعكم الله.